موقع أنا السلفي. وفي السنة الثانية من الهجرة في رمضان من السنة الثانية من الهجرة كانت غزوة بدر الكبرى، وكان عدد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد جند طالوت 314، ونصر الله عز وجل المسلمين نصرا مؤزرا، نصرهم الله عز وجل بأسباب لم تخطر على بالهم، فقويت شوكة المسلمين عباد الله. ثم لما كان في شوال من السنة الثالثة من الهجرة كانت غزوة أحد، امتحن الله عز وجل فيها المسلمين، وبدأت الغزوة بانتصار ساحق للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. عصى الرماة أو أكثر الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعدم ترك أماكنهم، وقد أمر عليهم عبد الله بن جبير، فذكرهم عبد الله بن جبير بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تحرك حب الدنيا في قلوب بعضهم، وكذلك التنازع ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب الهزيمة في أحد. فاستدار خالد على الجبل الذي يسمى اليوم بجبل الرماة، ونزل في المسلمين فوقع بعضهم في بعض، وقتل من المسلمين 70، وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت البيضة على رأسه، ودخلت حلقة المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي السنة الخامسة من الهجرة في شوال من السنة الخامسة من الهجرة ألب اليهود المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في أن يستأصلوا شافة المسلمين، فاجتمع 10,000 من الأحزاب الكافرة، وغدرت بنو قريظة، وكان فيهم 700 مقاتل، وكان الأمر في غاية الشدة على المسلمين. صوره الله عز وجل في سورة الأحزاب فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهذه مقالة المنافقين، ولكن الله عز وجل سجل لنا كذلك مقالة المؤمنين، فقال عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.